اكشن. يا سادة قريش، ماذا انتم فاعلون؟ والى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا استاذ ايه السيجارة دي يا استاذ؟ مش احنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. انا اسف يا استاذ. يا سادة قريش، ماذا انتم فاعلون؟ والى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين، ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذه يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثه يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسه. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هاتولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، هو الكلام انا حافظه تمام 100%. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعه. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ سايق عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، إديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر، دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطلة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعه يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. هل تعرف الممثل ده احمد سنوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس بيطلع في كل الافلام والمسلسلات. مره يطلع غلبان، ومره حرامي، ومره لئيم، ومره كماله عدد، لكن المره دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس اكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سريده. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. ما فيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما حرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والساده الممثلين الكفار يركزوا شويه وياكلوا بنهم وشراهه عشان نخلص ونخلص المشهد ده من اول مره، عشان نروح، عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحده والمره اكشن. يا ساده قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله ولو اهل وعشيره؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نضربه بالسيف. لا يا ران، استعب. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخده دي مش حاجه هينه، عشان الحموده. عشان تضيع الحموده يعني؟ تصدق بالله انا الحموده دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخده في ايدك كانت خف الريشه. على فكره انا كنت فاهم من الاول. انا بيني وبينك عرفت ان ابو جهل عامل وليمه للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. انا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله لا اله الا الله، انا بحلم بالوليمه دي من 15 سنه. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإني يبقى في إيدي بابرة لحمة، فخدة، زند، سمانة، حاجات اللي زي حالاتنا ما بنشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي أنت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة خمس نجوم مثلا، كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية ضربها الدم قوي يبقى محل كشري.
واول ما وصلني بقى ان ابو جهل عزم الكفار على الوليمه دي قلت كافر كافر، انا عاوز ابقى كافر بقى. ايوه انا كافر. اجيب لك شاي؟ اعمل معاك شغل كويس على فكره، عشان يعني انت راجل عسل ودغري على فكره، وان شاء الله ربنا يكرمك. انا اسمع برضو ان الفخده حلل هالشاي، هات شاي.